فرض هذا القاتل حالة موت على أهالي الحي، وهنا تظهر آثار رصاصاته التي نجحت في فرض حصار تجاوزه الأهالي بإيجادهم لمعابر آمنة تخترق منازلهم. يسلك أحمد بشكل يومي إحدى تلك المعابر لتهريب الخبز وأساسيات الحياة إلى منزله. تفضل تفضل يا جارتنا، لو كان الله يعينكم على طلعة السلم، لأن شباب وعم تعتقل. الله يسلمكم، ما أسوي؟ يا الله. هذا المعبر يتطلب رشاقة وجهدا، لأن أيا كان يتوجب عليه القفز من النافذة ثم استخدام السلالم لتجاوز الجدران. مرحبا يا شباب، شوفوا الحمد لله. وكان عم يخلص ولا ما عم يخلص اليوم؟ عم يخلص. الحاج ضياء يفخر أن يكون بيته جسرا آمنا لأهالي الحي. أنا داري بيتي وداري مفتوح للجيران، لحد الشارع الغربيتنا في قناص عم يضرب بالروحة وبالجي بيقتل هالبشر. فتحنا الباب هذا من هون من هالشباك من الشارع الغربي على الدار، وهو طالع باب الدار ليلا نهارا مفتوح، معبر إنساني للحارة. أهلا وسهلا بالحارة كلها، ونحن مستعدين لكل شيء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهالي الحي يقولون إن المعبر زاد المودة والإلفة بينهم، كونهم يسلكون الطريق ذاتها يوميا، وهم الآن يشعرون بنوع من الأمان خصوصا على أطفالهم. في حالة اجتماعية كثير حلوة ومساعدين، العالم عم تستوعب بعضها بالأزمة. مثلا هذا البيت اللي عم ننزل عليه، يعني معرضين للعالم عم ينزلوا 30 و40 و50 مره في اليوم، ومستوعبين الموضوع بشكل كثير ممتاز. وهي يعني هاي شغله كثير ممتازه. لسان حال الاهالي يقول ان منازلهم اوسع من اي حصار يفرضه نظام حصر نفسه بين رؤيتي القتل والتهجير.